شهدت نهاية مباراة المنتخب المغربي تحت 17 ضد نظيره الجزائري في نهائي كأس العرب للناشئين أحداثا مؤسفة وغير مقبولة بتسجيل عدة اعتداءات داخل ضيوف ومنظمي البطولة وانفلاتا أمنيا تسبب في نزول العشرات من المتفرجين إلى أرضية الملعب وضرب وركل اللاعبين المتجهين إلى غرفة الملابس. وأظهرت مقاطع الفيديو أن الانفلات الذي شوهد داخل الملعب امتد لدى عدة دقائق بعد نزول بعض المشجعين الجزائريين إلى أرضية الملعب ومطاردتهم للاعب المنتخب المغربي في محاولة للاعتداء عليهم كامتداد لما فعله مجموعة من لاعبي المنتخب الجزائري باندفاعهم الجماعي لإلحاق الضرر بحارس المنتخب المغربي طه بن غزيل. واستغرب الجميع من دخول بعض المحسوبين على الجمهور الجزائري لأرضية الملعب ومشاركتهم في الاعتداءات وسط غياب شبه تام للأمن المحلي الذي وقف في وضعية المتفرج قبل أن يقوم بفعل متأخر لمحاولة إيقاف السيبة داخل الملعب. وهذا وعمد النقل التلفزيوني المحسوب على الجزائر إلى قطع البث المباشر بعد حدوث الاعتداءات بتوان قليلة درءا لما يقع داخل الملعب الذي احتضن المواجهة.